السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل كتاب جيم المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادي. هنحل إن شاء الله صفحة 56 و67 اللي هي على كل الجرامر بتاع المنهج بتاع الترم الأول كله إن شاء الله. يعني لو حليتهم كأنك كده رجعت الجرامر كله. السؤال الأول: مستر صبري has been at this school نقاط for 2020. لما ألاقي تاريخ هنا بحط since بدل for، يبقى since 2020 منذ 2020. بعد كده السؤال الثاني: It's Laura's birthday today and she has eat a lot of cake. لما الاقي فيه has بجيب بعدها التصريف الثالث للفعل، والتصريف الثالث من eat هي eaten، يبقى it is Laura's birthday، انه كان عيد ميلاد لارا. today النهارده، and she has eaten a lot of cake، وهي اكلت تورته كتير. السؤال الثالث: I نقاط not read that book yet. لما الاقي it في اخر الجمله بجيب قبليها مضارع تام في اللي هو haven't او hasn't، التصريف الثالث على حسب الفعل. الفعل هنا I فهياخد have، وفي not موجوده معايا يبقى I have not، وread تفضل زي ما هي بس هنطقها read، يبقى I have not read. I have not read that book yet. أنا لسه ما قريتش الكتاب هذا حتى الآن. السؤال الرابع: you ever will be to Giza. في الآخر علامة استفهام، وفي هنا بنستخدم ever، فهنا هسأل في زمن المضارع التام. حط الأول have أو has في الأول الجملة على حسب الفعل. فعل هنا you فياخد have، وأكمل اللي موجود قدامي يبقى have you ever، والتصريف الثالث من بي تبقى بين تو جيزة. هل انت قبل كده كنت في الجيزة؟ السؤال الخامس: as I نقاط surf the internet I dropped my phone. as بتساوي while، يعني بيجي بعدها ماضي مستمر اللي هو was aware، زائد verb اخره ing. هنا ال I بتاخد was، يبقى was serving. يبقى هنا as I was serving the internet، وانا بتصفح الانترنت، I dropped my phone، أنا وقعت الموبايل أو سقط مني الموبايل، يبقى هنا as I. السؤال السادس: the grey carpet is nice، اللي هي السجادة الرمادية هي رائعة، but I prefer the orange one، بس أنا بفضل البرتقالية، because it is نقاط most colorful، لأنها أكثر جمالا. كده أنا بقارن بين حاجتين اللي هي السجادة الرمادية والسجادة البرتقالية، يبقى هنا كده بعمل صيغة مقارنة، فهنا هستخدم بدل most هستخدم more. السؤال اللي بعد كده السؤال السابع: The film was terrible. I think it was the worst film I've ever seen. هنا the موجودة وبعديها صيغة الورست اللي في صيغة المقارنة، فخليها صيغة تفضيل اللي هو هيبقى worst. السؤال الثامن: I was disappointed to hear that the community center was closed. يبقى disappointed، يبقى disappointed لأنها كده بتعبر عن شعوري أنا، يبقى I was disappointed، أنا كنت محبط. تلاقي إيدي. بعد كده السؤال التاسع: The children were very exciting when they saw محمد صلاح. هنا الأطفال هم اللي شعروا بالإثارة أو الحماسة لرؤية محمد صلاح، فتبقى excited. بعد كده السؤال العاشر: we are going clean up. going موجودة فيجيب قبليها I am is they are حسب الفاعل، بس هنا في we are خلاص going يبقى to، يبقى انا محتاج بس ان انا احط بعد going to clean up، يبقى we are going to clean up. the neighborhood at 7 a.m. احنا محتاجين ان احنا سوف ننظف الحي الساعة 7 صباحا. السؤال 11: how long has your father work here. how long وفي has، بنا عايز تصريف الثالث من الفعل work يبقى worked. بعد كده السؤال 12: we have never been to France.
نيفر موجودة فهجيبها بعد هاف عادي، وبعد التصريف الثالث لبي يبقى بي، يبقى وي هاف نيفر بي. بعد كده السؤال التلاتاشر، does your mother made the birthday cake؟ اللحظة الفعل الرئيسي هنا اللي هو verb make في التصريف الثالث للفعل، فمش هينفع does ولا do ولا did، لأن دول بيحتاجوا فعل في المصدر، فلاقي هنا made التصريف الثالث، فهيستخدم يا إما have يا إما has، يبقى هنا your mother بتبقى شيء أو مفرد، فهحط has بدل من does. يبقى has your mother made the birthday cake؟ هل مامتك عملت كيكة حفلة عيد الميلاد؟ أو عيد الميلاد. Where have you Nicod spent the summer holiday؟ have موجودة وبعدين فاعل، فاجيب تصريف الثالث من spend يبقى spent. يبقى where have you spent the summer holiday؟ أنت قضيت أجازة الصيف فين؟ السؤال الخمستاشر، سارة didn't make dinner yet، يت موجودة في آخر الجملة، بجيب قبلها مضارع تام من في haven't أو hasn't، زي التصريف الثالث للفعل على حسب الفعل، سارة ياخد hasn't يبقى hasn't made. بعد كده السؤال الستاشر، last Friday دي ماضي بسيط اهو، انا ببدأ بلاست وبعدين زمان، we have gone to Banha to visit our grandparents، يبقى هنا خليها ماضي بسيط، اللي هو التصريف الثاني من gone اللي هو التصريف الثاني من go يعني، هيبقى went ويبقى we went. هنا استخدمت الماضي البسيط لأن حددت الزمن اللي هو يوم الجمعة اللي فات. بعد كده السؤال السبعتاشر، my sisters already have done the housework، يبقى my sister طالما هنا في already بنستخدم كده المضارع التام، my sisters جمع فهتاخد have يبقى have، بعد كده already، بعد كده التصريف الثالث من have يبقى had، يبقى my sisters have already had done the housework، اخواتي عملوا بالفعل الواجب المنزلي، نظفوا البيت يعني. السؤال التمنتاشر، مريم hasn't gone shopping already، هنا في hasn't اللي هو مضارع تام منفي، فهنا بدل already حطيت، يبقى يت بيسبقها مضارع تام منفي haven't أو hasn't. السؤال التسعتاشر، students has to wear the school uniform، الطلاب اللي يجب عليهم إن هم يلبسوا اللي هو زي الموحد أو زي المدرسة الموحد، students هنا جامع فهتبقى have to. بعد كده سؤال عشرين، we Nicod don't have to touch these objects it's forbidden، it's forbidden يعني انه ممنوع، ممنوع بستخدم don't have to او doesn't have to او استخدم mustn't، هو هنا عايز we don't have to touch these objects يبقى we mustn't، عشان دي بتدل على الشيء الممنوع يبقى we mustn't او الشيء المحرم. بعد كده السؤال 21، she is in trouble، هي في مشكلة، we mustn't help her، هي في مشكلة يبقى احنا لازم نساعدها يبقى we must help her، يجب ان احنا نساعدها. بعد كده السؤال 22، it's Friday، انه يوم الجمعة، we have to get up early، يبقى مش لازم، ترى يوم الجمعة مش لازم نصحى بدري عشان مش فيش مدرسة يعني، يبقى we don't have to. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال 23، from the bank، من البنك، turning right، ده هنا جملة أمرية، هتبقى turn right اللي هي فعل في المصدر، اتجه يمينا. بعد كده السؤال ال 24، my son goes to school on 7:30 every day، يبقى at، طالما هنا ساعات بتكلم عن الساعات والوقت يبقى at 7:30. السؤال ال 25، what time do the train to Aswan leave؟ the train مفرد يبقى does the train leave، يبقى ما الوقت اللي بيغادر منه القطار إلى أسوان. السؤال 26، the program finish at 12 p.m، لما لا وقت يبقى كده مضارع بسيط، program مفرد يبقى حط اللي فيها إس يبقى finish تبقى finishes، بس لما الاقي الفعل اخره اتش بحط اي اس. السؤال ال 27، his car much modern than mine، يبقى more modern than mine عشان في than هتبقى more.
بعد كده صفحة 57 my cousin is fast than my brother. هنا في than يبقى هتبقى صيغة مقارنة يبقى faster. my cousin is faster than my brother. ابن عمي أسرع من أخوي. السؤال بعد كده neither ولا or. في or هنا يبقى either. السؤال 20 what were you doing when I caught you. هنا في when بجيب بعدها ماضي بسيط يبقى when I found you. يبقى ماذا كنت تفعل لما اتصلت بيك. السؤال 31 while we was sleeping the phone rang. we بتاخد where عشان ده مستمر we بتاخد مع الجمع. يبقى while we were sleeping the phone rang بينما احنا نايمين او استنى احنا كنا نايمين التليفون رن. بعد كده السؤال 32 when is Hani go to Luxor. هنا هنستخدم going to. يبقى when is Hani going to Luxor عشان هنا في is بجيب بعديها الفعل وبعدين الفعل زائد ing. السؤال 33 the film was not bored. يبقى boring الفيلم كان ممل لانه هو اللي بيديني الاحساس. we decided that we are go to go on a school trip. we decided that we are going to. لما الاقي ام او اذا ار قبل الفيرب بحط الفعل اخره اي ان جي. السؤال 35 how are you going spend your weekend. How are you going ahead فبحط بعديها to بعدين فعل في المصدر يبقى to spend. بعد كده السؤال 36 I have just have lunch. I have just have lunch. هنا have تبقى had عشان التصريف السالس للفعل. have بيجي بعديها التصريف السالس للفعل. بعد كده السؤال 37 Sammy was driving home as he saw a terrible accident. هنا سامي كان بيسوق للبيت يعني ماشي للبيت مروح. as he saw so هنا يبقى ماضي بسيط يبقى هنا هستخدم when عشان when بيجي قبلها ماضي مستمر بعديها ماضي بسيط. السؤال 38 have you never ridden a camel. هنا في السؤال بستخدم ever بدل بعد كده السؤال 39 نقاط is your parents going to. going to موجود اهي يبقى حط قبلها am is or على حسب الفعل. هن your parents جمع فيها تبقى or. يبقى are your parents going to travel to Hurghada. هل والديك هيسافروا الى الغردقه. بعد كده السؤال 40 she has not seen him since a long time. لما الاقي since بحط for. السؤال اللي بعد كده السؤال اللي هو 41 how many have you lived in this town. يبقى how long have you lived up بقالك قد ايه يبقى how long. يبقى بقالك قد ايه عايش في هذه المدينة. بعد كده السؤال ال 42 my friends didn't visited. هنا تصريف ثالث يبقى لازم احط ايه have يا has. مش نكمل بس me since last Monday خلاص يبقى my friends have. تمام عشان لو في هيت بخليها منفية يبقى haven't خلاص يبقى فيش هيت خلاص في آخر الجملة فخليتها have جملة مثبتة. السؤال 43 I have got married a few months ago. ago هنا بتدل على الماضي البسيط فهنا هنخليها ماضي بسيط تصريف الثاني من verb get يبقى got married. يبقى I got married a few months ago. السؤال 44 how are you going solve this problem. هنا going موجودة في حط to بعدين فعل في المصدر يبقى to solve. بعد كده السؤال 45 we haven't gone to school yesterday. yesterday ماضي بسيط يبقى we didn't go عشان didn't للنفي في الماضي وبعدين تصريف الفعل في المصدر يبقى didn't go. يبقى we didn't go to school yesterday احنا مروحناش المدرسة امبارح. السؤال 46 does your mother cook the lunch. cook تصريف ثالث للفعل فهتبقى have you has your mother تبقى has your mother cooked lunch. هل مامتك طبخت الغداء.
سؤال 47 where have you spent the summer holiday؟ هنا في have موجودة وبعدين الفعل فيجب تصريف السادس من spend يبقى spent. السؤال 48 we decided that we are go to go on a boat trip. ده اللي جت من شوية. we decided ثانية واحدة سمع بس we decided that we are خلاص go تبقى going. السؤال المكرر to go to on a boat trip احنا قررنا ان احنا نروح رحلة المدرسية. السؤال 49 I buy this book last Friday. last موجودة يبقى التصريف الثاني من buy تبقى bought. يبقى I bought this book last Friday انا اشتريت هذا الكتاب الجمعة الماضية. السؤال 50 my new bike is fast وفي هنا زان يبقى faster زان عشان زان بيجي بعد بيجي قبليها اللي وصيغة المقارنة صفة زائد ER إذا كانت صفة قصيرة. بعد كده السؤال 51 this machine is neither useful or cheap. this machine is neither nor. بعد كده السؤال 52 منى didn't make lunch yet. yet موجودة أجيب قبلها مضارع تام منفي فهنا منى تبقى hasn't made. السؤال 53 آية had just did her homework has موجودة بجيب التصريف الثالث للفعل من did يبقى done. بعد كده السؤال 54 where have you spent برضو يبقى spent يبقى have بيجي بعدها تصريف الثالث. السؤال ال 55 I buy this book last Friday برضه مكررة الجملة دي يبقى I bought عشان last Friday ماضي. I had just did her homework has موجودة يبقى اجيب تصريف الثالث من do اللي هو يعني did تصريف السنة تصريف الثالث منه يبقى done. بعد كده السؤال 57 I already have had my lunch يبقى I have already. السؤال ال 58 neither علي or فين or يبقى either. بعد كده السؤال ال 59 رقى hasn't studied her lessons تبقى يد عشان ده مضارع تام في hasn't موجود. شكرا مستمعين.